بنايات فوق شبكة الغاز، ضرب القنوات الغازية إضافة إلى تفاقم سرقة التوصيلات الغازية بالأعمدة الصاعدة، هي تعديات يتم تسجيلها بشكل دوري على شبكة توزيع الغاز. مستوى ولاية مستغانم حصينا 53 تعدي على شبكة الغاز، بما فيهم 29 تعدي بهم بناءات فوق شبكة قنوات الغاز، 17 حالة هي تعدي ضرب قنوات الأشغال الغاز إثر أشغال، وست حالات هم سرقة الغاز على مستوى بعض القنوات. تجاوزات قد ينتج عنها ما لا يحمد عقباها وتؤثر بشكل كبير على عملية التموين بهذه الطاقة. بالنسبة للتعدي على الشبكة الغازية ينتج عنها عدة مخاطر، من بينها خطر على المواطنين في حالة التسربات الغازية مما يؤدي إلى حرائق أو انفجارات، وقطع تموين الغاز بالنسبة للزبائن مما يسبب خسائر بالنسبة للشركة توزيع الكهرباء والغاز. رغم المجهودات الجهات الوصية في التحسيس والتوصيات بضرورة اللجوء إلى المصالح التقنية قبل البدء في أشغال البناء أو الهدم، إلا أن تبقى بعض التصرفات اللامسؤولة تشكل خطرا على المواطن والساكنة بصفة عامة.